أنا إبراهيم تريسي من مدينة أريحة. الحقيقة نحن هون حاليا بالمدينة القديمة بأريحة، مدينة عمرها 5000 سنة، عدت بحقب مختلفة. يعني الأبنية هون فيك تشوف من حقب المملوكية والعثمانية وقبل هاي الحقب صار في تدمير ممنهج من قبل النظام السوري لأسواق المدينة وخانات المدينة. تم هدم أكبر خانات المدينة وفتح طرقات محلة. المدينة كانت مشهورة أنها مدينة المئة صباط. هلأ إذا عملت جولة في المدينة القديمة راح تلاقي أنه أغلب هذه الصباطات ما هي موجودة. رعاية هاي المدن بحاجة لرعاية حكومية، لمؤسسات ثقافية تعتني بترميم هاي المدن القديمة، بالحفاظ على المهن التراثية الموجودة فيها، بالحفاظ على الأوابد الأثرية الموجودة فيها.